بسم الله. هنبدأ كده النهاردة إن شاء الله نتكلم على يونت 4. يونت 4 كلها على بعض هما 2 lessons. lesson 1 بيتكلم على حاجة اسمها equation. lesson 2 بيتكلم على حاجة اسمها inequality. وخلصت الليسون. خلص اليونت قصدي اسف. طب واحدة واحدة. أنا عايز أفهم كلمة equation معناها إيه؟ inequality معناها إيه؟ وإيه اللي هيحصل جواهم؟ لأن أنا أصلاً عارف يعني إيه equation. المفروض إن أنا عارف يعني إيه equation. خلينا نتفق كده في الأول إن كلمة equation جاية من كلمة equal. فأنا دايماً هلاقي في أي مسألة عندي في حاجة اسمها الـ LHS والـ RHS. إيه يا مستر الاختصارات دي؟ LHS اختصار كلمة left هاند سايد. يعني ايه بالعربي؟ ناحيه ايدي الشمال. طب وهنا؟ رايت هاند سايد يعني ناحيه ايدي اليمين. فدايما هتلاقي في كفتين ميزان الاثنين دول ايه لبعض؟ ايكوال. لو حضرتك حاطط هنا 7 فلازم الحاجات اللي الناحيه الثانيه تبقى بكام؟ لو افترضنا كده ان انا حاطط 2 بلس 5 تنفع ولا ما تنفعش؟ تنفع. طب لو انا دلوقتي شلت الفايف دي وحطيت مكانها unknown اكس ينفع يبقوا ايكوال؟ اه بس بشرط ان الاكس لازم تتحط بكام؟ طب افرض حطيتها ب 4 هيبقوا ايكوال ولا unequal؟ unequal. فخد بالك دلوقتي ان الايكويجن لازم يبقى فيها كام سايد؟ والتو سايدز دول لازم يبقوا ايكوال ولا unequal؟ ولو لقيت فيها فاريبل او unknown حاجه مش معروفه تقدر تجيب لي قيمة الحاجة اللي مش معروفة؟ اه بس بشرط ان الحاجة دي لما تتحط تخلي التو سايدز مالهم ومال بعض لازم يبقوا ايكوال. ما ينفعش تقول لي بص كده الاكس هتطلع ب 9 ماشي، ما انا لو حطيت الاكس هنا ب 9 بقت 2 بلس 9 ايكوال كام؟ 11. هل الرايت هاند سايد هتبقى قد الليفت هاند سايد؟ لا. تمام؟ طب انا هسأل سؤال تاني بقى، الايكويجن اللي قدامي دي هل فيها اكتر من فاريبل؟ هل فيها اكتر من unknown؟ انت شايف ان فيها اكتر من unknown؟ هو يعني unknown حاجه مش معروفه، انت شايف فيها كام حاجه مش معروفه؟ حاجه واحده اللي هي مين؟ الاكس. لو انت عرفت تجيب قيمه الاكس فانت عملت حاجه اسمها ايه؟ سولف. يعني ايه سولف؟ حليت المساله. كلمه سولف الايكويجن مقصود بيها ان انت تجيب قيمه مين؟ الunknown اللي تخلي التو سايدز بتوع الايكويجن ايكوال. خلاص كده؟ طيب طريقه السولف دي حاجه لسه مش هنتكلم عليها دلوقتي، بس احنا هنتكلم دلوقتي يعني ايه ايكويجن؟ ازاي تبص على الايكويجن؟ فين الفاريبل بتاع الايكويجن؟ هل ينفع الايكويجن يبقى ليها اكتر من سوليوشن؟ كلمه سوليوشن يعني ايه؟ حل. هل ينفع يبقى لها اكتر من سوليوشن ولا لازم يبقى لها وان سوليوشن اونلي؟ تعال نشوف. العنوان بتاعي اسمه solving algebraic equation. زي ما انت شايف كده كفتين الميزان اللي قدامك دول، الكفه اللي الناحيه دي اللي هي الليفت هاند سايد، واللي الناحيه دي اسف دي الليفت هاند سايد. معلش 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 ايديا اتلخبطت. الناحيه دي مين؟ الرايت هاند سايد. هل الاثنين انت شايف ان هم ايكوال؟ اه. طيب هل فيهم unknown او variable؟ لا. فاحنا هنبدا نقول دلوقتي مين هي الايكويجن. An equation is a mathematical sentence. جمله، كلمه sentence معناها جمله، جمله في الماث that use an equal sign، بتستخدم علامه to show عشان توريني that two expressions have the same value. All of these are equations. هديك كذا شكل دلوقتي للإيكويجن. بس زي ما احنا اتفقنا ان احنا عارفين ان احنا عندنا كام سايد؟ تو سايدز. لو انا كاتب دلوقتي x plus 1 equal 7 هل ينفع نسمي دي algebraic equation؟ ليه لا؟ اه algebraic لان فيها رمز. فيها كام سايد؟ مين الليفت هاند سايد؟ x plus 1. مين الرايت هاند سايد؟ 7. هل الاثنين equal؟ اه. لما اقول لك اعمل سولف للايكويجن انا قصدي بيها ايه؟ قول لي الاكس بكام؟ تعرف تقول لي الاكس بكام؟ 6. سهل خالص لان 6 بلس 1 ايكوال كام؟ اللي انت عملته ده اسمه سولفينج ذا ايكويجن.
بس مش ده اللي هنتكلم عليه دلوقتي. احنا دلوقتي عاملين بنتكلم على كلمه ايه لوحدها؟ ايكويشن. طيب هسالك سؤال كمان، 3 بلس واي ايكوال 2 اكس ماينس 1، ينفع نسمي دي الجبريك ايكويشن؟ اه ينفع نقول عليها الجبريك ايكويشن. طب هسالك سؤال بقى، فيها كام انون؟ مين ومين؟ الاكس والواي. هل لو انا جبت قيمه الاكس هل ساعتها هقدر اجيب قيمه الواي؟ يعني لو مستر عبد الرحمن اللي ادالك قيمه الاكس تقدر ساعتها تقول لي الواي بكام؟ اه. لكن لو مستر عبد الرحمن ما ادكش قيمه الاكس تقدر انت تجيب الاكس والواي؟ اه. بس اقدر اجيب عدد لا نهائي من الحلول. مش فاهم اي حاجه. بص لو انا قلت لك اكس بلس 1 ايكوال 7، جمله واضحه جدا فيها كام انون؟ 1. مين هو؟ تقدر الاكس، الاكس تقدر تعمل سولف؟ اه، بان انا اجيب قيمه الاكس وساعتها الاكس هتطلع بكام؟ ب 6. طب لو انا دلوقتي شلت دي وحطيت مكانها واي بقت ايكويشن ولا لا؟ فيها كام انون؟ مين ومين؟ لو انا اديت لك قيمه الاكس، قلت لك الاكس ب 7، الواي لازم تطلع بكام؟ ب 0، عشان تبقى 7 بلس 0 ايكوال 7. طب لو اديت لك الاكس ب 2 لازم تطلع الواي بكام؟ 5، عشان يبقى 2 بلس 5 ايكوال 7. طب لو سبتك ما قلتلكش حاجه تقدر انت تجيب لي قيم للاكس والواي؟ اه. كام حل بقى؟ كام كتير يعني؟ 3 و 4 2 و 5 1 و 6 7 و 0 4 و 2 لا خلصوا؟ خلصت الحلول؟ متأكدين؟ طب ما انا ممكن اقول لحضرتك ان الاكس دي ب 6.1 0.9. عيش بقى مع نفسك في الديسيمال والفراكشن مش كده وبس، ده انا ممكن اقول لحضرتك ان دي 14 مكان الاكس ومكان الواي نيجاتيف 7. الف مبروك. ده حضرتك عندك كام حل للمساله؟ عدد لا انفينيت نمبر اوف سوليوشن، لان المساله فيها كام فاريبل؟ 2. لكن لما المساله بيبقى فيها 1 فاريبل ليها كام سوليوشن؟ 1 بس. ده اللي انا عايز اخليك تركز عليه قوي. فهنا المساله بتاعتنا اللي كان فيها اكس وواي فيها كام فاريبل؟ 2. يبقى انا عارف هنا ان في 2 unknowns اللي هم مين ومين؟ الاكس والواي. كلام زي الفل. تعالى هنا السؤال ده، ينفع نسمي دي الجبريك ايكويشن؟ فيها كام انون؟ مين هو؟ ليها كام سوليوشن؟ كلام زي الفل. فاحنا عارفين ان دي الجبريك ايكويشن لان فيها علامه ايكوال قلنا، وفيها 1 انون اللي هو مين؟ الاكس. خليني بقى اسالك سؤال، اه زي ما كنا بنقول ديك ايكويشن 2x plus 1 equal x plus 1 ينفع نسميها الجبريك ايكويشن؟ اه. فيها كام انون؟ انت قلت 2 صح؟ مين هما؟ الاكس والاكس. طب ما هي نفس الاكس، يبقى هو كام انون؟ 1. ما انا لو جبت قيمه الاكس هعرف ال 2x بكام وال 3x وال 4، ما هي الاكس هي الانون، هنا مفيش رموز مختلفة، هنا نفس الرمز، يبقى ده معناه ان الشكل ده برضه الجبريك ايكويشن وبرضه في كام انون؟ 1 انون، بالرغم ان في اكتر من اكس بس كلهم اسمهم ايه في الاخر؟ اكس. لو انا عرفت قيمة الاكس فالمسألة حصل لها سولف او عملت لها سوليوشن للمسألة او جبت السوليوشن بتاعها. في مشكلة كده؟ تمام؟ ننقل على الجزء اللي بعده. احنا كده فهمنا يعني ايه كلمه ايكويشن، وعرفنا امتى المساله بيبقى لها 1 سوليوشن وامتى بيبقى لها اكتر من سوليوشن. امتى بيبقى لها 1 سوليوشن؟ 1 انون. امتى بيبقى لها اكتر من سوليوشن؟ 2 انون 3 انون، عشان ما حدش بس يبقى فاكر ان ما فيش غير 2 انونز بس. انا ممكن اكتب لك اكس بلس واي بلس زد ايكوال 4، هات لي ثلاث ارقام مجموعهم يديك 4. 1 و1 و2، 0 و0 و4، 2 2 0. تمام؟ الموضوع مختلف. فدلوقتي في كام unknown هنا؟ 3 unknowns. وكام solution؟
infinite number of solutions. ينفع واحد، ينفع مثلا واحد ونص، واحد ونص وواحد. 1.5 1.5 1 كل ده ينفع بالنسبه لي. احنا دلوقتي مش بندور على solutions، برضو بكرر ان احنا عمالين بنتكلم يعني ايه كلمه ايه؟ equation. طالما فهمنا يعني ايه كلمه equation، تعال بص بقى للريماركس اللي عندي. الريماركس اللي عندي، تعالى يا بابا اقعد جدا، ما تبقاش نظرك ضعيف وراجع انت مع نفسك اخر واحد. بص الكرسي فاضي اهو قدام، بس انا حابب ان انا ارجع. ما حدش كان قاعد، عمر كان قاعد وقال صح. الريماركس اللي عندي معظمها انت عارفها، اقرا كده هتلاقي نفسك الكلام كله احنا شرحناه دلوقتي. The equation x plus 2 equal 5 contains one variable اللي هو مين؟ cold. يا سلام، مش عارفها انا، ما انا عارف ان اسمها unknown. كمل. ها، if a value for the variable is substituted. خدنا كلمة substitute، تبديل. لو بدلنا يعني لو جبنا قيمة الأنون اللي هو مين مثلا، وحط الإكس وحطناها جوه المسألة. ها كمل. in the equation and results two equal sides اللي هم مين؟ left hand side والright hand side. لو الاثنين طلعوا ايه؟ equal. كمل. we say that this value satisfies. كلمة satisfy معناها بالعربي تحقق. the equation تحقق الايكويجن، معناها الرقم ده بينفع حل المساله. كمل بسرعه. and it's called a solution of the equation. يبقى ايه هو السوليوشن بتاع الايكويجن؟ الفاليو بتاعت الانون اللي تخلي التو سايدز ايكوال. شوف نمبر 3. 3 is the ايه؟ of the equation. لان انا لو حطيت هنا 3 ايه اللي هيحصل؟ الليفت هاند سايد هيبقى بكام؟ ب 5، والرايت هاند سايد 5 قد ده. يبقى دلوقتي التو سايدز بقوا ايكوال. تعالى نتكلم بقى على ايه؟ سولفينج ايكويشن. كلمه سولفينج ان ايكويشن مينز بتعني فايندينج ذا فاليو اوف ذا ويتش ايه؟ اسمها ايه؟ ساتسفاي. اسمها ذا. بصوا بقى، احنا هنتكلم بصفه عامه عشان نفهم القصه ماشيه ازاي، وبعد كده هنبدا ناخد الستبس اللي بنحل بيها المسائل. انا عارف ان في ناس منكم تقدر تحل منتلي عقليا، يعني انا لو كتبت له اكس بلس 2 ايكوال 8 وسالته الاكس بكام هيقول لي ب 6 واجابتك صح مش غلط. بس نفس الشخص ده لو قعدت اقول له 2 اكس ماينس 4 ايكوال 11 وسالته الاكس ايكوال كام مش هيعرف. حد يعرف؟ فكر كده. لا لا، لا 7 اند هاف. برافو عليك جدع يا جون، 7 اند هاف. بصوا انتوا قعدتوا قد ايه عشان تجيبوه، وفي ناس غلطت وواحد من المجموعة عرف، فده معناه ان طريقة الحل برضو محتاجة تركيز شوية. يعني انا ما انا مش هعرف بقى ان انا اقعد افكر. وخلي بالك هو عرف يحل دي، حل دي يا عسل. ولا اعرف، صعب. تمام، فانا عايز طريقة ثابتة بقى ان انا احل بيها المسائل. قصة المنتالي دي عقليا ما تنفعنيش. امال هنعمل ايه؟ تعال نشوف هنعمل ايه. اول حاجه، خلي في دماغك طول الوقت ان في كفتين ميزان والاثنين ايه لبعض. تمام، الاستاذه ريتاج تساعد ماما في البيت، تروح تجيب لها الاكل من السوق، خضار. ماما قالت لها هاتي 2 كيلو قوطه، فراحت جايبه 2 كيلو قوطه وحطيتهم على الميزان. الراجل وهو بيوزن هيحط لها ايه؟ 2 كيلو حديد، صح كده؟ ادي كيلو وادي كيلو. وبعد ما الاستاذه ريتاج وزنت والدنيا جميله، وطبعا كفتين الميزان مالهم قد بعض، الاستاذه ريتاج بتطلع الفلوس، لقت مش معاها الفلوس اللي تكفي الاثنين كيلو. فقالت له ايه؟ قلل شويه. يقلل ايه؟ انا مش عايزه غير كيلو ونص، الفلوس اللي معايا ما تشتريش غير كيلو ونص.
راحت عامله ايه في السايد ده؟ في الليفت هاند سايد. شالت نص كيلو. ولما تشيل النص كيلو هيفضلوا ايكوال؟ لا، فالراجل هيضطر يعمل ايه؟ فلما شال النص كيلو من هنا ايه اللي حصل؟ بقوا ايكوال. يبقى لما تيجي تلعب مع اي ايكويجن اللي بتعمله في الليفت هاند سايد تعمله في الرايت هاند سايد. خلاص كده؟ تعالوا نلعب اللعبه دي بقى مع بعض. ادي الشكل بتاعي بتاع الايكويجن اسمه x بلس 2 ايكوال 8. امتى عايز مين لوحده؟ الاكس لوحدها. مين اللي مضايق الاكس؟ بلس 2. مين اللي يموت البلس 2؟ ان انا اعمل لها ايه؟ ماينس 2. ماينس 2. بصوا كده السايد ده فيه اكس وفيه بلس 2، والسايد ده كان فيه كام؟ 8. ايه رايك لو انا نقصت من هنا 2 عشان ابقى شلت اللي مضايق الاكس، سبت الاكس لوحدها؟ طب وانت بتعمل ماينس 2 الناحيه دي هتعمل من هنا برضو؟ فاللي بتعمله في الرايت هاند سايد بتعمله في الليفت هاند سايد. مين اللي اتبقى هنا باشا لوحده؟ الاكس. ايكوال كام؟ 6. يا مستر ثانية بس، انت عمال بتعك العك ده كله ليه؟ ما انا عارف ان الاكس ب 6. انا قلت لك اللي احنا بنعمله ده اسمه الستبس. الستبس دي هي الخطوات اللي هتساعدك تحل كل المسائل، وهناخد باترن، طريقة، نمط بيتكرر في المسألة. انت مين اللي كان مضايق الاكس؟ ايه رأيك لو خدناها رميناها الناحية الثانية؟ ماينس 2 عكس البلس؟ ماينس. يبقى انت دلوقتي هتعمل ايه في الامتحان؟ انا مش هعمل كل ده، كل ده كده انا مش هعمله، انا كده كنت بوضح لك. لما تيجي تحل المساله هتنزل مين هنا؟ وهتحط ايكوال تحت ايكوال، وهتنزل صاحب البيت اللي هو مين الضيف اللي جاي له؟ بلس 2 هيطرد الناحيه الثانيه؟ ماينس 2. 8 ماينس 2 ايكوال كام؟ يبقى انت عملت سولف للايكويجن ولا لا؟ الاكس طلع بكام؟ لو انا عايز اتاكد ان حلي صح اعمل ايه؟ اعمل سبستيتيوت، احط مكان كل اكس 6. لما تحط مكان الاكس هنا 6 بقت 6 بلس 2 ايكوال كام؟ يبقى الليفت هاند سايد قد الرايت هاند سايد، وبالتالي ده بقى اسمه الايه؟ السوليوشن اوف ذا ايكويشن. مساله كمان كمان كمان، لسه لسه ما حدش يسال اي اسئله دي. اما اخلص الاربع مسائل اللي انا عايزه وبعد كده ابقى اسال اللي انت عايزه. بص للمساله الثانيه. لو انا كاتب دلوقتي x ماينس 1 ايكوال 11، ها مين اللي مضايق الاكس؟ مين اللي مضايق الاكس؟ نيجاتيف 1. ايه عكس نيجاتيف 1؟ بوزيتيف 1. يبقى انا دلوقتي هاخد النيجاتيف 1 دي اطردها بالشلوت كده الناحيه الثانيه، اكتب ايه؟ اكس ايكوال 11 بلس 1. يبقى الاكس ايكوال كام؟ ده اسمه ايه؟ السوليوشن. طب بص للي جاي يا حبيبي صبرا. 5 اكس ايكوال 15. هو يعني ايه 5 اكس؟ 5 تايمز اكس يعني عكس الباي ديفايد. فانا هاجي هنا اعمل ديفايد كام؟ 5. لا، ديفايد ال 5. ليه ديفايد ال 5؟ اكني كده، هو مش انا لو عملت كده اكني عملت ديفايد 5؟ مش الديفايد هو هو علامه الاوفر؟ يبقى ديفايد 5 هنا وهنا. 5 ديفايد 5 طارق، ايه اللي بقى لك؟ اكس. 15 ديفايد 5 3. يبقى السوليوشن بكام؟ ب 3. طب بص اللي جايه، لو انا عملت كده x ديفايد 9 ايكوال 2، مين اللي مضايق الاكس؟ ال 9. ال 9 دي باي ولا ديفايد؟ ديفايد عكس الديفايد باي. ايه ده؟ هو انت قصدك ان اي حاجه عايز تخلص منها بتعكسها؟ يعني مساله البلس خليتها ماينس، الماينس الباي، الديفايد باي. نفس الرقم، لو بلس 2 تروح ماينس 2، ماينس 4 تروح بلس 4، باي 8 تروح ديفايد 8، ديفايد 9 تروح باي 9. يبقى انا هعمل باي كام؟ لمين؟
لاني سايد في الاثنين التو سايد. ما تنساش اللي بعمله في الليفت هاند سايد لازم اعمله رايت هاند سايد. تعالى يلا نعمل باي 9. امسك ده اعمل له باي ايه؟ ايه اللي يحصل؟ ال 9 وال 9 طاروا. هو انا لما اكتب 2 باي 3 اوفر 2 ايه اللي بيحصل؟ لما تيجي تعمل سمبليفاي بتطير مين مع مين؟ 2 2. انا هنا عملت برضو نفس الكلام، طيرت مين مع مين؟ 9 وال 9. ايه اللي باقي لي؟ الاكس ايكوال ها 2 باي 9 ايكوال كام؟ 18. عايز اتاكد يا مستر ان ده السوليوشن، اعمل ايه؟ حط ال 18 مكان مين؟ الاكس. 18 ديفايد 9 ايكوال 2. يبقى انا كده خلاص بقى عندي طريقه ثابته لحل اي مساله، البلس بتبقى والماينس بلس، الباي بتبقى ديفايد والديفايد بيبقى باي. خلاص كده؟ هناخد دلوقتي نشوف السؤال ده كده. z باي 12 ايكوال 84، احنا قلنا لو انا عايز اجيب ال z هقول 84 ديفايد ال 12. لو عملت 84 ديفايد 12 هتطلع ال z الواحده بكام؟ 12 باي كام يديني 84؟ 12 باي 3 يديني 84. يا لهوي 12 باي 3 يديني 84 يا جماعه. يا نهار اسوح ومنيل. انت عارف يا ده سعد، انت عارف انا نفسي اسيب الشغلانه دي، نفسي. هتقولي شغلانه ثانيه؟ ايه؟ انا موافق اعمل عربيه بطاطا تمام، وايه في الصيف نحط فيها ترمس وايس كريم اي حاجه. ما انا موافق، اللي فاهم في اي حاجه يفهمني فاسيب الشغلانه. فكهاني اي حاجه. حاسه يعني حاسه الموضوع صعب، الموضوع في نفس الحصه 5 بلس 7 ايكوال 2 تمام، و84 ديفايد 12 ب 3 وفي نفس ذات الحصة، يعني مش بعيد عن بعض ومن طلبة مختلفة مش من نفس الطالب، يعني ده معناه ان المشكلة فيا انا. والله انا عارف المشكلة فيا. المهم 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 يلا 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 ها هي جت على دي. كي ديفايد 4 ايكوال 7. ها يا عبد الصبور 4 باي 7 28. مبسوط قوي عرفتي 4 باي 7 ايكوال كام. السؤال اللي بعده نركز على السؤال ده، في حاجه مختلفه عن كل الاسئله اللي شرحناها قبل كده. الديفايد الديفايد ركز هنا، الواي مش موجوده في الاول عشان اقول ان عكس الديفايد باي واعمل باي في الناحيتين، لا دي لو انت عايز تكتبها هي 96 اوفر واي ايكوال 12. يبقى الواي بكام؟ لا فكر كويس، 96 ديفايد حاجة تديك 12 8، عشان 8 باي 12. بص لو انا كاتب كده دلوقتي زي ما كنا بنعمل السنة اللي فاتت، لو كاتب لك 12 ديفايد نقط ايكوال 4 بتعمل ايه؟ بتقول 4 باي كام يديني 12؟ 4 باي كام؟ 4 باي 3 يديني 12. فهنا نفس الكلام، المكان ده هو مكان الديفايزر، فمكان الديفايزر هنا 96 ديفايد كام يديني 12؟ يبقى اكني بسالك السؤال بالشقلوب، 12 باي كام يديني 96؟ 8. يبقى حضرتك كده جبت قيمه الواي بكام؟ هو عايز ايه؟ نص الواي 4. السؤال اللي بعده x over 3 equal 4. ها يبقى ال x equal 12. هو عايز ايه؟ توايس ال x. يعني ايه توايس؟ قدها مرتين زي كلمة ايه برضو؟ دبل. يبقى دبل ال x بكام؟ 24. السؤال اللي بعده k plus 1 equal 5. يبقى ال k بكام؟
وده معناه ان كي ماينس 4 كي ماينس 3 1 لان مكان الكي هتحط كام؟ 4 ماينس 3 1. السؤال اللي بعده بدا يحط لك ايه؟ باور. احسب الاكسبوننت او الباور. 3 باور 2 ايكوال كام؟ 9. يعني ام ماينس 9 ايكوال 1. ده يخليني اقول ان الام بكام؟ 10. 1 بلس 9 ايكوال 10. كده انت جبت قيمه الام ب 10. هو طالب منك ايه في السؤال؟ الام. السؤال اللي بعده ده ايه؟ نمبر اوف سوليوشن. هو عايز عدد حلول المساله. حل واحد. ليه؟ لا نون واحد. السؤال اللي بعده اكس بلس اكس ايكوال 16. الاكس الواحده ب 8. طب انا هسال سؤال، هو ما ينفعش الاكس الاولى تبقى ب 6 والثانيه تبقى ب 10؟ نفس الرقم. برافو عليك يا انش جدع. دلوقتي الاكس والاكس دي نفس الحاجه، فما ينفعش الاكس دي تطلع برقم ودي تطلع برقم ثاني، هي نفس الاكس. خلاص؟ هو هنا قصده ان دول كده كام اكس؟ كام اكس؟ 2. ازاي 1؟ 2 اكس بلس اكس يبقوا كام اكس؟ 2 اكس. ال 2 اكس بكام؟ 16. يبقى الاكس الواحده ب 8. هو طالب منك ايه بقى؟ اكس ماينس 3. الاكس انت جبتها بكام؟ 8. بقت 8 ماينس 3 ايكوال 5. السؤال اللي بعد اكس بلس هاف ايكوال 3. اه الاكس هتبقى 2 اند هاف. هو عايز مني الاكس. انا ممكن اكتب 2.5، ممكن اكتب 2 اند هاف، ممكن اكتب 5 اوفر 2. كلهم نفس الاجابه، كلهم بيعبروا عن 2 اند هاف. شوف السؤال اللي بعده، وده سؤال محتاج تركيز قوي. السؤال بيقول لحضرتك هاف الاكس ايكوال 2 اوفر 3. هاف الاكس ايكوال 2 اوفر 3. انت عايز ايه؟ لا انت عايز ايه؟ لو عايز تعمل سولف للايكويجن عايز تسيب ايه؟ الاكس الواحده. مين اللي مضايق الاكس؟ دي معموله باي ولا ديفايد؟ عكس الباي. هتعمل ديفايد هاف في انهي سايد؟ في الاثنين. فلما تيجي تعمل السايد ده طارد، الهاف طارد، اتبقى اكس. عايز تعمل ايه الناحيه الثانيه؟ 2 اوفر 3 ديفايد 1 اوفر 2. يعني كده 2 اوفر 3 ديفايد 1 اوفر 2. احل المساله دي ازاي؟ برافو عليك، شقلب وقلب. دي مساله ايه؟ ديفايد. ديفايد اند فراكشن بنعملها ازاي؟ اوعى تقول لي هنطير ال 2 مع ال 2، ال 2 وال 2 ما يطيروش. انت حضرتك هتنزل ال 2 اوفر 3 وعلامه الديفايد هتبقى، وال 1 اوفر 2 هتبقى 2 اوفر 1. بص كده ال 2 وال 2 مش هتطير. كده بقى انا هعمل باي باي. 2 باي 2 4. 3 باي 1 ب 3. يبقى الاكس طلعت بكام؟ 4 اوفر 3. لو حلتيها بدماغك ما فيش مشكله، بس طريقه الديفايد هي طريقه من الطرق اللي لازم تفتكرها. موضوع الديفايد فراكشن، ديفايد فراكشن، نشتغل بطريقه ايه؟ ما تنساش كلمه شقلب واقلب. طب نقدر نتكلم على الانيكواليتي؟ خليني اقول لك ان هي ان ايكوال. يعني ايه ان ايكوال؟ اه مش ايكوال. اي حاجه مش ايكوال ممكن تبقى ايه؟ يعني يا جريتر ذان سمولر ذان. ما انا بقول لك حاجه مش ايكوال هتبقى ايه؟ يا اما اكبر من، يا الفلوس اللي معاك مش بتساوي الفلوس اللي معايا، يبقى يا اما فلوسك اكبر من فلوسي يا اما اصغر. فاحنا هنبدا نستخدم العلامات اللي هي علامه ايه؟ جريتر ذان او سمولر ذان. ايه يا مستر العلامه دي؟ العلامه دي بتتكتب كده ومقصود بيها جريتر ذان اور ايكوال. ثانيه واحده بس، ازاي جريتر ذان اور ايكوال؟ يعني الفلوس اللي معاه
اكبر من الفلوس اللي معايا او بتساويها، ده لما تبقى قانون انا مش عارفها. يعني لما اقول لك مثلا زي الالغاز كده، انت معاك 50 جنيه فانا معايا فلوس قد فلوسك او اكتر منها، فممكن يبقى معايا كام؟ 50 او اكتر من 50. عارفين في المحلات لما يقول لك اقل سعر، اقل سعر تشتري بيه اي حاجه من المحل ده، لازم وانت خارج كده تكون دافع اقل حاجه 40 جنيه. يبقى ده معناه ان انت ممكن تدفع كام؟ 40 او اكتر. اكتر من 40، ممكن تدفع 41 42 1000 جنيه مش مشكله، المهم انك هتدفع ايه؟ يا 40 يا اكتر من 40. فاللي احنا بنقوله ده اسمه ايه بقى؟ انيكواليتي. اسمه انيكواليتي. كلمه اكسبلورنج معناها اكتشاف، او ان دي معلومه جديده بالنسبه لك. تعالى نقرا بقى مع بعض. واتس انيكواليتي؟ ان انيكواليتي اذا ماثيماتيكال سنتنس ذات كونتينز، بتحتوي على ايه بقى؟ greater than او smaller than او greater than or equal او smaller than or equal. ماشي. any number that makes an equality true is ايه ده؟ any number يعني ده معناه ان المساله ليها كام سوليوشن؟ ممكن ما يبقى لهاش ولا سوليوشن، وممكن يبقى لها سوليوشن واحد، وممكن يبقى لها infinite number of solution. تعالي اسالك شويه اسئله. لو قلت لك مثلا، تعرف تقرا دي؟ اكس less than ال1، ايه الارقام اللي اصغر من ال1؟ كلام جميل. طب لو انا شرطت عليك ان الاكس تكون belong للكاونتنج، ملهاش سوليوشن اساسي، صح؟ ما هو كل الارقام اللي اصغر من ال1، كل الارقام اللي اصغر من ال1 ما فيهمش ولا واحد كاونتنج، صح كده؟ يبقى ده معناه ان الانيكواليتي دي ليها سوليوشن ولا ملهاش؟ ملهاش. طب لو انا شلت كلمه كاونتنج وخليتها ناتشورال، ليها كام سوليوشن؟ 1. مين هو؟ الزيرو. طب لو انا شلت كلمه ناتشورال وحطيت انتجرز، انفنت. طب لو حطيت لك ناتشورال، انفنت. خدت بالك كده من الفكره؟ انا قلت ايه؟ انا قلت ناتشورال، لا انا قصدي راشونال، اسف. لو قلت راشونال يبقى انفنت. يبقى خلاص دلوقتي انا فهمت ان الانيكواليتي ممكن يبقى لها مفيش ولا حل او حل او عدد لا نهائي من الحلول. خلاص كده؟ فتعالى، طبعا هنا هو بيقول لك النود بتاعتنا، بيقول لي ريد العلامه دي as is greater than or equal to، ودي is less than or equal to. اقرا هنا، انا عايزك بقى تقول كده اكس greater than 4. ايه الارقام اللي اكبر من 4؟ على حسب بقى، خلينا بقى نتفق انه على حسب. يعني ايه على حسب؟ يعني على حسب انت هتقول لي ان انهي ست عندك، انهي مجموعه اللي انت بتتكلم عليها، هل هي الكاونتنج ولا الناتشورال ولا الانتجرز؟ لان كل ست هتقولها ليها طريقه حل معينه. لو انا هنا بقول لك هات لي الكاونتنج، فانت هتكتب مين؟ الفايف، السكس، السفن، الايت، صح كده؟ طب لو بقول لحضرتك الانتجرز، حاضر مش هتريق عليكي ثانيه يا انجي، ما انا قلت انجي خلاص. انجي عاطف ويليام، هكتب رقم. ركزي يا فولك الله يهديك. solving inequality، كلمه السولف احنا اتفقنا خلاص ان احنا فهمنا ان كلمه السولف مقصود بيها ايه، هي الفاليو بتاعه الانون اللي بتخلي التو سايدز مالهم في الايكويجن ايكوال. اما هنا ساتسفاي ذا انيكواليتي، مفيش ايكوال بقى، ممكن تبقى جريتر ذان، ممكن تبقى سمولر ذان، ممكن تبقى جريتر ذان اور ايكوال، وممكن تبقى سمولر ذان اور ايكوال. اقرا كده اسمها ايه دي؟ ايه السوليوشنز اللي ممكن تطلع؟ 8 9 10 اند سو اون. خلي بالك ان انا كل ده بتكلم على مين؟ الانتجرز. طب اول ما اتكلم على الراشونال هتعرف تقولهم لي؟ انا هنقي منهم، مش هعرف.
انا لما اسال دلوقتي مين اول رقم اكبر من ال7 في الانتجرز؟ ال8. ومين اللي بعده؟ ال9. انت عارف ترد خلاص كده. لكن بالنسبه للراشونال لما اقول لك الارقام اللي اكبر من ال7، مين اول رقم اكبر من ال7؟ مش عارف، مش عارف. ولو كتبت اي رقم فانت غلط، مفيش، لان انا مش ضامن مين هو اول واحد. مين اللي بعد ال7؟ ال8؟ لا، مفيش 7.1. وهل فاكر ان ال 7.1 هي اكبر اول واحد؟ في 7.01 7.001 وهكذا، هنفضل ماشيين بقى انفنت. يبقى ده معناه ان انا مش قادر اقول لك مين اول واحد، بس اقدر اختار سوليوشنز انقي لك من ضمنهم. فتعال نبص هنا كده عشان فكره الجراف. كلمه جراف معناها رسمه. انا عايزك ترسم السوليوشن على النمبر لاين. اقرا معايا دي ايه؟ مين الارقام اللي سمولر ذان زيرو؟ السي ممكن تبقى ايكوال ايه؟ نيجاتيف 1 او نيجاتيف 2 او نيجاتيف 8، صح؟ مش كل دي ارقام؟ هو هنا بيقول لي نيم كام سوليوشن؟ 3. طب اقرا دي. اس سمولر ذان اور ايكوال ال 2، يبقى ممكن الاس تبقى ب 2 او 1 3. لا ال 3 اكبر. او نيجاتيف 4 براحتي، ينفع الزيرو اي رقم اصغر من ال 2. هنا الاي مالها؟ جريتر ذان نيجاتيف 4. ايه اللي ممكن ينفع؟ نيجاتيف 3 او 0 100 اي رقم ينفع. خلاص كده؟ طيب ركز. هو هنا بقى بيقول لي اعمل جراف يعني ارسم. فانا هعمل ايه؟ هبدا اخد النمبر لاين بتاعي ارسمه واحط النمبرز عليه. ادي الزيرو 1 2 3 نيجاتيف 1 نيجاتيف 2 نيجاتيف 3 نيجاتيف 4. مين السوليوشن اللي هينفع؟ اي رقم ماله اقل من مين؟ يعني ده ينفع صح؟ وده وده وده. خلصوا؟ ده معناه ان انا محتاج اعمل ايه؟ اكمل. بس انا مش عارف اكمل، ما هو انا كل ما هكمل هقعد احط سيركل. فايه رايك لو جينا خدنا من كل واحده من دول شرطه لفوق كده ووصلناهم وعملنا سهم ارو، يعرفني ان المساله كده ما خلصتش، ده في حلول ثانيه مستخبيه. اي رقم يعدي لك كده الناحيه دي معاك. طب بص هنا، انت عايز مين؟ ايه الارقام؟ less than or equal to. فانا عندي الزيرو 1 2 3 نيجاتيف 1 نيجاتيف 2 نيجاتيف 3. مين اللي هينفع معاك؟ ال 2 هتنفع ولا لا؟ طب والنيجاتيف 1؟ اسف، ال 1 الزيرو النيجاتيف 1 والنيجاتيف 2 والنيجاتيف 3. وبعد كده هعمل ايه؟ السهم. فهمنا اللعبه؟ بس الموضوع بسيط خالص، ان انت تحدد بمجرد ما تبص للانيكواليتي فين السوليوشن بتاعها. بص للسؤال اللي بعده، عايز الايه تكون مالها؟ ادي 0 1 نيجاتيف 1 نيجاتيف 2 نيجاتيف 3 نيجاتيف 4 نيجاتيف 5. مين الارقام اللي تنفع؟ النيجاتيف 3 والنيجاتيف 2 وال0 وال1. يبقى السهم ماشي الناحيه دي لان كل ده معايا في المساله. فهمنا؟ يبقى انت لازم تقرا السؤال كويس. هنا هو قال لي ايه في اول السؤال؟ نيم كام سوليوشن؟ then ايه اللي بيحصل؟ graph الانيكواليتي on a number line in the set of a integers. فهمنا الفكره؟